مرحبا بكم مشاهدينا في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. في الصحافة المحلية، موقع يمن شباب نت يتساءل عن أهمية الوديعة السعودية للحكومة وهل ستنعكس على أسعار السلع في البلاد. وفي الصحافة العربية، صحيفة الاتحاد الإماراتية تقول إن انتهاكات الحوثي تدمر الثروة السمكية في اليمن. وفي الصحافة الدولية، نيويورك تايمز تتحدث عن إعادة قطع نثرية منهوبة إلى اليمن، لكنها ستبقى في الولايات المتحدة. مرحبا بكم، والبداية من موقع يمن شباب نت الذي نشر تقريرا خاصا تساءل فيه عن أهمية إعلان السعودية عن إيداع مليار دولار للبنك المركزي اليمني للحكومة اليمنية وقدرتها على التحكم بالمشهد الاقتصادي ومدى انعكاس ذلك على أسعار السلع الأساسية وأسعار الصرف. وبالتزامن مع إعلان الوديعة السعودية، أعلن محافظ البنك المركزي أحمد غالب أن الإمارات أودعت 300 مليون دولار أمريكي قبل أيام، وقال هناك وعود من الإمارات أن يتم إيداع بقية المبلغ ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل. نقل الموقع عن رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر قوله إن الوديعة تهدف إلى تعزيز جهود بناء احتياطات البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف نصر أن هناك تحولاً واضحاً في التعاطي مع البنك المركزي والوضع الاقتصادي في اليمن لأسباب سياسية، لافتاً إلى أن الوديعة التي ستسلم إلى البنك المركزي ليست منحة مجانية وإنما قرض بفوائد. وقال الموقع إن الحكومة لم تعلق على طبيعة الوديعة السعودية باعتبارها منحة أو قرضاً أو ضمن التعهدات السابقة التي أعلنت خلال العام الماضي، واكتفى المسؤولون في الحكومة بالإشادة وشكر المملكة. وأشار الموقع إلى أن صادرات النفط تباطأت بشكل كبير بعد عدة هجمات حوثية بطائرات مسيرة على ناقلات ومنشآت أخرى أواخر العام الماضي. نشر موقع يمن مونيتور تقريراً قال فيه إن عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح قال إن خيار الحرب ضد الحوثيين ما يزال مطروحاً إذا بدد الحوثيون آمال السلام. وقال مصدر حكومي للموقع إن المشاورات الخلفية التي ترعاها مسقط بين الحوثيين والسعودية تعثرت مجدداً بعد أن رفض الحوثيون تقديم أي تنازلات مهما كانت بسيطة عن مطالبهم. ونقل الموقع عن وكالة الأنباء اليمنية سبا إن حديث طارق صالح جاء خلال تفقد قوات حراس الجمهورية التي يرأسها في خطوط التماس في الساحل الغربي. وأكد طارق أن استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام وحماية قيم الجمهورية وصون حقوق الشعب سلماً أو حرباً سيبقى هدفنا الأول والسامي. وبحسب الموقع، فقد قال مصدر حكومي لم يكشف عن هويته أنه إذا فشلت جهود الأمم المتحدة وسلطنة عمان سنعود للقتال ونملك القدرة على التقدم بسرعة كما حدث في يناير 2022. وأشار الموقع إلى أن الحكومة تمكنت من تحرير مساحات واسعة في محافظتي شبوة ومأرب في يناير 2022 لتنهي مكاسب الحوثيين خلال العام الذي سبق. وعربياً، قال صحيفة الشرق الأوسط إن الحكومة اليمنية جددت نفي وجود أي تغيير في حركة السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، مؤكدة استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والتحالف لفرض الآليات المتبعة. وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية قد أشاعت وجود تغيير في حركة الملاحة المتجهة إلى موانئ الحديدة بخلاف الآلية المتبعة لدخول السفن المتفق عليها مع الأمم المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن التصريحات الحكومية جاءت خلال اجتماع مشترك عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير النقل عبد السلام حميد ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، حيث تمت مناقشة تعزيز وتنشيط العمل الملاحي والتجاري عبر موانئ المناطق المحررة.
وتطرق الاجتماع إلى تعزيز آلية التنسيق لدخول البواخر إلى الموانئ المحررة والإجراءات الكفيلة لتقديم التسهيلات للتجار ومستوردي البضائع والسلع الاستهلاكية. ونقل الموقع عن وزير النقل حميد تأكيده أن حركة نقل السفن والبواخر إلى ميناء عدن والموانئ المحررة لم يطرأ عليها تغيير، وأن الحكومة على تنسيق تام مع التحالف والأمم المتحدة، وتدرك حساسية الوضع وأهمية ما يقوم به الأشقاء والمجتمع الدولي من جهود رامية للوصول إلى هدنة طويلة تمهيدا لإحلال السلام في البلاد بتوافق الأطراف بما فيها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. عربيا أيضا، قال صحيفة الاتحاد إن الثروة السمكية في اليمن تشهد تدميرا ممنهجا من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث يساهم قطاع الصيد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الثروة السمكية مصدرا مهما لفرص عمل جيدة لكثير من الأسر. وأمس الأول، تقول الصحيفة إن الحكومة اليمنية أعلنت عن وقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج البلاد بهدف توفيرها للأسواق المحلية. وأشارت الصحيفة إلى توجيه وزارة الزراعة للهيئة العامة للمصائد السمكية بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لرفع تقرير يومياً بكميات وأنواع الأسماك في مراكز الإنزال، ومنح التجار والمصدرين فترة أسبوعاً من تاريخ القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم. وأوضح الموقع أن التقديرات والبيانات الرسمية تشير إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية كان يبلغ سنوياً نحو 200,000 طن قبل الانقلاب الحوثي. وكشف الصحفي عادل المدوري للموقع عن تعمد ميليشيا الحوثي تدمير الثروة السمكية في مناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة مثل بقية القطاعات الاقتصادية الأساسية. وأضاف المدوري أن ميليشيا الحوثي تستغل سيطرتها على مناطق في الحديدة التي يقع فيها أكثر من 70% من الثروة السمكية في اليمن، وتسببت بوقف الصيد كاملاً بسبب زراعة الألغام البحرية التي حرمت المناطق الساحلية من الصيد وتسببت في زيادة البطالة بشكل كبير. وفي الصحافة الدولية، قال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها إن مؤسسة سميثسونيان، وهي مؤسسة تعليمية وبحثية مع مجموعة متاحف تمولها وتديرها الحكومة الأمريكية، أعلنت أن الولايات المتحدة ستعيد 77 قطعة أثرية منهوبة إلى الحكومة اليمنية، لكن إعادتها المادية ستتأخر بسبب الصراع العنيف الحالي هناك. وبيّن الموقع أن القطع الأثرية تشمل 65 لوحة جنائزية أو أحجار منحوتة من شمال غرب اليمن يعود تاريخها إلى النصف الثاني من الألفية الأولى قبل الميلاد، ووعاء من البرونز وإحدى عشرة ورقة من المصاحف القديمة. وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة صادرت القطع الأثرية من تاجر أعمال فنية في نيويورك منذ أكثر من عقد، ومنذ ذلك الحين تم الاحتفاظ بها في المخزن. وبموجب الاتفاق الجديد الذي يعتبر أول عودة للقطع الثقافية من قبل الحكومة الأمريكية إلى اليمن منذ ما يقرب من 20 عاماً، فإن بعض هذه القطع قد يخرج قريباً من ظلام التخزين ويتم عرضها. وقال تشيسيس روبونسون مدير متحف الفن الآسيوي إن الوضع الحالي في اليمن مأساوي، وهذه مجرد لحظة صغيرة يمكننا فيها الاحتفال ببعض التعاون. ووفقا لوثائق المحكمة، فقد تم تهريب القطع اليمنية إلى الولايات المتحدة في عام 2008 و2009 من قبل موسى خولي من بروكلين، المعروف أيضا باسم موريس خولي، الذي باع عملات معدنية قديمة وقطعا أثرية من معرض وندوسر للآثار في ماتهان. وقال المحققون إنه شحن 65 حجرا منحوتا تزن حوالي 1000 رطل عبر الإمارات العربية المتحدة، من خلال وصفها بأنها رؤوس منحوتة من الحجر المزخرف من الهند وتقييمها ب 75 دولارا للقطعة الواحدة. وفي ختام السلطة الرابعة، أترككم مع هذا الكاريكاتير وريشة الفنان رشاد السامعي. إلى اللقاء.